سيد نبيل، ماذا عن انسحاب التيار الصدري من هذه الانتخابات؟ والبعض يتحدث عن إمكانيات إحداث لربما تغيير في ميزان القوى في المعادلة السياسية. صحيح، التيار الصدري أعلنها صراحة وبدون لف ودوران، بيان واضح من السيد مقتدى الصدر بأنه مقاطع. هذه الكلمة يجب أن يقرأها الكل بأنه تعني بأنه غير معني بالانتخابات وهو مراقب. يعني احنا من نفهم انه مقاطع لازم الاخر يفهم انه مراقب، مع المقاطعة مراقبة. نعم. وتتذكرين كان السيد مقتدى الصدر كثير لديه من يعني البصمات في العملية السياسية وان كان خارج العملية السياسية، لكن تيار شعبي عقائدي لديه من الجمهور ولديه من العقلانية في إدارة الأمور وخاصة أمور الطاعة من السيد مقتدى الصدر. حينما قال مقاطع انتهى الأمر، لكن على الآخر أن يقدم، يعني مثل ما كانت هنالك من انسحب التيار الصدري من الحكومة 73 مقعد، كانت هنالك حكومة. نعم الأمور سارت، ولكن دون غياب التيار الصدري حاول السيد السوداني أن يقدم صورة متكاملة، صورة طيبة خاصة للجمهور المراقب الذي يعني ينظر لهذه الحكومة. هنالك مشاريع كانت هنالك، مثلا على سبيل المثال 19 مجسر وهذه لأول مرة تنتهي بنهاية العام المقبل. هنالك مشروع آخر مهم قدمه هو مشروع السلة الغذائية الذي حفظ التوازن، وما كانت هنالك ارتفاع بقيمة المواد الغذائية قبل ارتفاع الدولار. كذلك حاول أن يعني تكون هنالك زيادات لذوي الطبقة المحدودة والناس اللي رواتبهم أقل من 300,000 يعني عبروا 500. حاول أن يقدم السيد السوداني صورا وإشعارات إلى السيد مقتدى الصدر بأننا ماضين للإصلاح التي أنت تنشد له، لكن هذا الإصلاح يجب أن لا يتقاطع مع الآخرين. على الكل أن يتكاتف في أن تقديم صورة طيبة يمكن أن يرضى عنها التيار الصدري، ويمكن بعد ذلك احتمال أن يعني يعاود التفكير في العودة للانتخابات البرلمانية اللي بعد أقل من سنتين إذا كانت هنالك حنكة وحكمة في إدارة المشهد القادم. ولذلك أي تواطؤ وأي خطأ في هذه الأمور أنا أعتقد التيار الصدري سوف لن يقبل على هذه الأمور، وسوف يعني تدرين عنده هو آليات كثيرة للتعبير عن انزعاجه لهذه يعني الأمور. سيد نبيل، بهذه المقاطعة على التيار الصدري هل ربما سنشهد شكلا جديدا لمجالس المحافظات المحلية؟ بمعنى يكون هنالك مجلس محافظة ويكون هنالك رقابة وأصوات لربما تحاسب وتنادي بالرقابة، وبالتالي الوصول إلى لربما مجالس محافظات ترتقي بالمستوى المطلوب كما يريد المواطن العراقي. هو هذا المفروض، يعني هو هذا اللي تفضلت به المفروض اللي يكون، لكن القضية هي تدرين صراعات سياسية، كتل، أحزاب، تداخلات، محافظات، كل جهة تريد أن تأخذ المحافظ ومجلس المحافظة ورئيس المجلس وأعضائه ونائب الأول. لذلك هاي الأمور أنا بتقديري إذا كانت هنالك جدية حقيقية في هذه يعني هذه المرة، وإذا وصلت الكتل السياسية إلى قناعة بأن هذه الأمور سوف لن تأتي بأكلها، خصوصا أن الشعب يراقب وأن الكل يريد مخرجات، إذا غادرت هذه المفاهيم، مفاهيم التحاصصية، هذه المحافظة إلي وذيك المحافظة إلك وأنا مجلس المحافظة هذا، لا، أنا أعتقد أن يكون الشخص الذي يتسنى من المنصب حتى لو يكون من الجهة سين أو صاد، لكن عليه أن يكون متفرغا للعمل الخدماتي وليس متفرغ للمشاريع والاقتصاديات اللي كانت تتحكم بها الأحزاب مع الأسف اللي وصلنا إليه. هذه القناعة بتقديري هي مهمة جدا، متى ما وصلت الكتل السياسية إلى هذه القناعة وإلى هذه القراءات الواقعية وإلى تقدير الأخطار اللي سبقت العملية اللي يعني أكثر من 10 سنين ما كانت انتخاب، أعتقد يمكن أن تنجح، لكن أي تماهي في هذه القضية أنا أشوفه فشل. هل يحتاج الأمر سيد نبيل إلى تغيير؟